لنعمل الايس البقلاوة التركية بالبوظة العربية رح نحتاج للفة قلاش، وبدنا كمان 3 كوب سمنة، 2 كوب مكسرات حسب الرغبة، 2 معلقة كبيرة من القطر، ومعلقة كبيرة من ماء الورد، قطر وبوظة عربية. طيب دلوقتي احنا هنحط السمنة على النار علشان تسيح عشان نبتدي نعمل البقلاوة. لازم نجيب عجينة جلاش بصراحة تكون كويسة لأنه كتير بتفرق طبعا. هخليها على طبقتين كده زي ما هي تمام، وهجيب الصينية اللي هشتغل فيها أوكي، وهحطها كده وأقطع على مقاسها. لازم مقاسها بالظبط. خلاص هنقطع الجلاش اللي عندنا كله على مقاس الصينية بتاعتنا هنا، وهنبتدي ندهن. على بس ما تسيح السمنة هنعمل ايه؟ هناخد الفستق اللي عندنا، يعني عايزين تنعموه قوي نعموه، عايزين تسيبوه شوية كده زي ما تحبوا. هحط معاه ايه؟ هحط معاه موارد وهحط معاه قطر. القطر هيعمل ايه؟ هيخليها شوية متماسكة، يعني لما اجي افتحها مش هت تهرهر المكسرات من جوه. أيوة. يعني هتبقى شويه متماسكه صح. عشان القطر هيكون ماسكها ببعضها. تمام. طيب هنحط بس هنا شويه من القطر وشويه من الموارد عليها، وطبعا انتوا حرين على تخنها يعني. ده الموارد وده القطر، معلقتين كبار تقريبا، دول كده جهزوا عندنا. ناخد فرشة بقى ونروح للسمنة. هنبتدي ندهن الطبقات اللي عندنا بالسمنة لغاية ما نوصل تقريبا يعني لتلتين الكمية، ساعتها هنحط الحشوة. طيب شوفي دلوقتي انا هاخد الحشوة اللي عندي، وزي ما قلنا بنقدر نعمل اي نوع حشوة متوفر في البيت، اي حاجة. ايوه اوكي إيش. طيب فهنحط الحشوة بتاعتنا بعد ما خلطناها بالقطر وبالموارد، هنفردها كويس. ما شكلها زاكي اخر. تحطي كمان طبقات؟ خلاص بقى هكمل بقية الطبقات لفوق. طيب شوفي دلوقتي هحط اخر طبقة. طيب دلوقتي هنقطع الكنافة البقلاوة. بقلاوة هندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، بتقعد نص ساعة. انا المهم عندي تحمر من فوق، وده معناها انها استوت. خلاص استوت. عشان تشوفوا كل وصفاتنا اللذيذة والجديدة اللي بنقدمها لكم في مطبخ رؤية، اعملوا شير وسبسكرايب على قناتنا على يوتيوب مطبخ رؤية.